مرحبا بكم مرة أخرى إلى برنامج ثانية الجزء الأخير. مكافحة الأعشاب الضارة نعرفوا اللي عندها وقت، تبعتوا قبل النصائح متاع سيما وقتاش نعملوا المداوات متاعها، وفما مداوات متاع التدارك أيضا، شنية هي مداوات التدارك وقتاش تعمل أي كمية تتعمل. هات نشوفوا نصيحة سيما شريكنا لهذه الحلقة. مرحبا بكم. اليوم موضوعنا المكافحة الكيميائية للأعشاب الضارة في مزارع الحبوب وكيفية التدارك، واللي نعبر عليه بالمقاومة المتأخرة. نظرا للحالة العامة اللي كانت عليها زراعات الحبوب بسبب نقص هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في العديد من المناطق وخاصة زراعات البعلية منها، أدى إلى تأخر ظهور الأعشاب الضارة وتباطؤ النمو بالنسبة للنبات متاعنا. تعذر على بعض الفلاحين القيام بعملية المداوات للأعشاب الضارة في الفترة المنصوح بها، واللي هي مرحلة 3 أوراق إلى مرحلة التجديد. وتو الحمد لله نعم علينا ربي بالغيث النافع، ولاحظنا تحسن ملحوظ في الزراعات متاعنا، وذاك علاش لازمنا نقوم بعملية المداوات. كذلك لاحظنا خلال زياراتنا لحقول القمح اللي قاموا فيها الفلاحة باستعمال مبيدات ما بعد البذر وقبل الإنبات ضد نبذة المنجور المقاوم، والمنجور اللي نعبر عليه بالمنجور المستعصي، ظهور أعشاب ضارة أخرى نجلية منها القصيب الجالية والبروب والزيوان وغيرها، وعريضة الأوراق كيف اللبسانة والقحوانة والجرجيرة. وذاك علاش ننصح الأخوة الفلاحين باش يتدخلوا بعملية مداوات تدارك قبل ما نتجاوزوا مرحلة الصعود باستعمال المبيد المناسب. لإنجاح عملية مقاومة الأعشاب الضارة لازم يتوفروا جملة من العناصر، منها معاينة الحقل متاعنا والتعرف على أنواع الأعشاب الضارة المتواجدة فيه، وتحديد مرحلة النمو للزراعة متاعنا، اختيار المبيد المناسب بعناية، تعديل آلة الرش، والأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية من الأمطار والرياح ودرجات الحرارة لتجنب تسمم الزراعة ونجاعة المبيد متاعنا، احترام الدوز بر هكتار اللي هي الجرعة المصادق عليها في الهكتار من المبيد، خلط المبيدات جيدا والحرص على الخلط الآلي في آلة الرش، استعمال ماء نظيف يكون خالي من الشوائب. الأعشاب الضارة تفك لنا مصابة متاعنا وتزاحم الزراعة متاعنا على الضوء والماء والعناصر المغذية الأساسية كيف الأمونيتر والأزوت والبوتاسيوم، وزادة العناصر الثانوية كيف الزنك والمغنيسيوم، وتكون مصدر لتكاثر الأمراض الفطرية منها البياض الدقيقي، وتكون لينا مشكل في الموسم القادم لأنها مش تتكاثر أكثر. مكافحة الأعشاب الضارة في مزارع الحبوب عملية ضرورية للحصول على مردود جيد من حيث الكم والجودة، وتمكن الفلاح من معدل ربح يتراوح ما بين 7 إلى 10 قناطر على الأقل في الهكتار. هذه نصيحة سيما لليوم، واللي تضع على ذمتكم فريق تقني باش يعاونكم، وإن شاء الله التوفيق. برنامج ثانية، نعطيكم الأخبار الفلاحية، آخر الأخبار اللي تهم الفلاحة والفلاحين. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج عبد المنعم بلعاتي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وأكد رئيس الجمهورية على أنه الفلاحة على غرار عدد من القطاعات الأخرى هي قطاع يتصل بسيادة الدولة والأمن الغذائي، وهي جزء من الأمن القومي، ويجب إيلاء هذا القطاع المكانة اللي تستحق، كما أكد على إحاطة الفلاحين واللي يعملوا في الصيد البحري بالعناية اللازمة. كما تم التطرق مطولاً لمشكلة المياه وخاصة في المناطق اللي تشكو من ندرتها، وإن تم التعرض لعدد من المشاريع المتعلقة بمحطات تحليه المياه البحر ومد أنبوب من خليج جابس إلى الحوض المنجمي بولاية قفص تتفرع عليه أنابيب أخرى موجهة إلى الجنوب التونسي،
وتعرض الاجتماع أيضا إلى إنشاء شركات أهلية من أجل خلق الثروة في إطار المرسومة لأحدث هذا الصنف من الشركات. وتناول اللقاء أيضا ملف الحفاظ على البذور التونسية وضرورة توفير العلف، إلى جانب المحافظة على الغابات ومزيد توسيع مساحتها والإحاطة بأعوانها. صدقت المندوبية الجهوية للفلاحة بمتنين صحيا وبيطريا على السوق الجملة للأسماك بميناء حومة السوق جربة، بعد انتهاء الأشغال المقدرة ب 300 ألف دينار مقدمة من برنامج نيمو. وأكد المندوب الجهوي للفلاحة بمدنين عمار الجامعي أنه سوق الجملة جاهز بعد تجهيزه بأحدث المعدات العصرية ليكون فضاء لتصدير الأسماك نحو الفضاء الأوروبي بعد أن أصبح اليوم مطابق للمواصفات العالمية. ويذكر أنه سوق الجملة للأسماك بحومة السوق جربة عرف تعطل في استئناف نشاطه لعدم توفر المسابقة الصحية والبيطرية من الجهات المختصة. أفادت الدكتورة في علوم المياه والأرض ومنسقة مشاريع بالمرصد الوطني للمياه رانيا سمين بأن نسبة امتلاء السدود ما زالت ضعيفة، وهذا على الرغم من كميات الأمطار المسجلة في الأيام الماضية، كما أعربت على أملها في ارتفاع النسبة خلال الفترة المقبلة. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بنابل عماد الباي بأن حوالي 500 هكتار من غراسات البطاطا ما قبل الفصلية بمعتمدية بوعرقوب تضررت بنسبة 70% بسبب ظاهرة جليدة ونقص الماء. وبين الباي اللي هذا باش يأثر على أسعار البطاطا ومدى توفر المخزون خلال الفترة القادمة. وأضاف الباي بأن جليدة أضرت أيضا بنسبة 10% من غراسات الفراولة. وأشار المتحدث بأن الغيث النافع اللي شهدته الجهة خلال الأيام الفارطة من شأنه تحسين وضعية بعض الغراسات على حد قوله. سيرين جبالي، عسلامة. عسلامة أبو بكر، مرحبا بالسادة المشاهدين. شكرا مهندستنا في تهيئة الفضاءات والجارديناج والبستنة، وذلك خلينا نقول أنا البستنة وجناين متاعنا وكذلك أنت تهتم بهم. مرحبا بك سيرين، ومتعمل زادة على كونسيبسيون. La conception. Voilà. Étude des conceptions. Étude des conceptions en 3D ou كذا وتخدم على كل حاضرة. Voilà. تشوفها قدام قبل ما تعدل الاكزيكيوشن. Bien sûr. وتقول لنا قداش. قداش ساعة قبل. قبل. باهي. باش تحكينا على الحديقة البيداغوجية. البيداغوجية وي. الحديقة البيداغوجية فين موجودة؟ في المدارس. في المدارس. باهي. دونك نلقاوها في المدارس الحديقة البيداغوجية. اوبليغاتوارمون. هي الحديقة البيداغوجية أبو بكر، لو جاردان بيداغوجيك، وإلا نقولوا زيد الحديقة التعليمية لو جاردان إيدوكاتيف، وإلا لو جاردان سكولير الحديقة المدرسية. نلقاوها في المدارس الابتدائية، في المدارس الإعدادية، وإلا المعاهد الثانوية، وحتى في رياض الأطفال وليكخيش زادة. إنه اليوم الحديقة البيداغوجية إنه عبارة على مختبر حي، يعني باش الأطفال ولا التلاميذ باش يقوموا فيها بتجارب، باش يقوموا فيها بأنشطة اللي هذية الغرض التعلم. دونك هما اللي يهتموا بها باش تكون مهمه وتوصل لهم الرساله في العنايه بالنبات والعلاقه مع النبات. هو لهنا كي باش نقوموا بالانشطه هذه وباش تتمارس في اطار بالطبيعه داخل المؤسسه التربويه، وباش يشرف عليها مدرس او مربي اللي هو باش يقوم بالتنظيم وبالتفسير. وبالطبيعه خاطر في برشا بلدان بوبكر هي راهي بدات من القرن 17 اللي حتى لليوم اخذت بعد انه ما عادش جوست عمليه تحسيسيه، بالعكس وليت حتى انه اخذت بعد آخر بعد اجتماعي، إنه كيفاش نتعلموا برشا فوائد وبرشا أهداف، معناها ما قعدتش جوست في إطار ضيق داخل المدرسة والمربي أكهو. شنو الأهمية متاعها للصغيرات هذا؟ باهي، الأهمية متاعها أبو بكر إنه فما أول حاجة إنه كما قلنا من القرن 17 جوست إنه وليت نحبوا الهدف إنه البستنة اللي نقوموا بها العالم أجمع، ونحبوا إنه الأطفال متاعنا نزرعوا فيهم أكل حب متاع الطبيعة. هذا أهم هدف للحديقة البيداغوجية. من بعديك كي نشوفوا إحنا إنه فما فوائد أقل شوية، اللي هي شنية؟ إنه باش نعلموا فيهم حتى في الكومبورتمون، يعني السلوكيات متاع الأطفال والتلاميذ متاعنا، من كيفاش باش يقوموا بالغراسة متاعك النباتات، البذور باش يزرعوها، باش يشوف فوالا باش يعيش معاها من اللي يبدا الفصل الدراسي حتى لين يوفى، كما قاعدين نشوفوا في التصاور اللي جوست قبلها، كي حتى يمسوا التربة بداياتهم، باش يتعلموا الصبر، باش يتعلموا كما قاعدين نشوفوا
المشاركه والتضامن، خاطر لي زكتيفيتي اللي باش الانشطه اللي باش يقوموا بها في شكل مجموعات تحت اشراف مدرسين اللي باش يعلموهم انه راهو الدوره الحياتيه نتاع النبته، الفصول اللي باش تتعدى بها كيفاش باش تكبر، حتى ابو بكر لهنا معارف يعني باش يكتسبوا معارف علميه تثقيفيه، باش حتى ليهم هما معناها تولي عندهم القدره انهم يتحملوا المسؤوليات من الصغرى. بالحق برشا ابعاد، انه حتى كيفاش حتى الخضره والغله احنا نعرفوا اللي الصغيرات الاغلبيه ما يحبوهاش، معناها كيفاش يشوفها قدامه كيفاش كبرت حتى من المطعم نتاعها باش يقبلوا وباش يولي فما اكثر استهلاك للخضر والغلال، خاصه في التجارب يعملوها برشا انه كل صغير في روضه والا في مكتب وعنده النبته نتاعو بالضبط باسمه هو يزرعها يشوفها تكبر حتى لين، وفما اللي عندهم الاشجار نتاعهم في المكتب تقعد له حتى كي يكبر يرجع لها سوفنيرك الحنين هذاك، يرجع يلقى الشجره نتاعو يشوفها وين وصلت ويتبعها ويعتني بها، واللي عنده تقعدك العلاقه بالمكتب هذيك والنوستالجيا هذيك مع المكتب وفيها بالشجره نتاعو هذيك اللي تقعد له يجي من بعد صغير عمره واحد صغير دخل جديد يقول ذيك شجره يلقاها من بعد عمي فلان ولا ما عادش كان نقول لك عملنا حديقه بيداغوجيه شو تعمل؟ شو تحط فيها؟ هو الحديقة البيداغوجية أبو بكر هي أنواع، خاطر تنجم النباتات نتاعنا نحطوهم جوست اون بلان سول ديريكتومون في التربه، نجموا حتى في اسس معناها محابس يتحطوا، مش باللازم راهو كي نحكيو على حديقه بيداغوجيه لازم فضاء كبير ومساحه وانه تكون جوست الفضاء خارجي، راهو حتى في القسم الداخل نتاعنا حتى في الشبابك نتاع المدارس نجموا نقوموا بحديقه بيداغوجيه، كيف نجم تكون في دي باكا فلور كما قاعدين نشوفوا في التصاور والا دي تابل دو كولتور معناها حسب الحجم نتاع الاطفال بالطبيعه باش ينجموا يخلطوا لهم، حتى الادوات اللي باش نستعملوها تكون مخصصه للاطفال حسب الاحجام نتاعها، بالطبيعه نحكيو على السلامه لهنا نتاع الطفل واللي هي اهم حاجه، لازم سياج داير بالجاردان نتاعنا الجنينه هذيا، حتى كوتي ديزاين يعني نستعملوا مواد ايكولوجيه نلعبوا على الالوان اكثر باش هكاك نزرعوا في التلميذ الحب نتاع الطبيعه انه يهتم بثروات الارض نتاعنا والطبيعه هذيك، وحتى كي يمشي ابو بكر اليوم انه فما دراسات علميه اثبتوها انه حتى يولي اكثر موتيفي اكثر كي يمشي للمدرسه، وحتى النسبه نتاع الغيابات تقل برشا خاطر الانشطه اللي باش يعملهم بالطبيعه الانشطه لهنا مفيده لي هو ويبدا متحمس باش يقوم بالانشطه هذيا. وكي نحكيو على جاردان بيداغوجيك زاد فما نباتات اللي باش نحطوهم في الجنينه هذيا، كنا نزرعوا فوله مثلا في المكتب، الفوله والحمصه نزرعوا جلبانة نزرعوا قمحة نزرعوا شعير، هذوما الكل ما نزرعوهم كلهم صحيح، هذوما كلهم بار نوار اللي كنا عملوه نزرعوا فلفل نزرعوا طماطم نزرعوا بالطبيعة. احنا اليوم نشجعوا ديما على غراسة النباتات وسورتو هذه فرصة باش انه حتى ابو بكر كيما احنا اليوم في المدارس نتاعنا خاطر هي راهو منتشرة في العالم اجمع وماذا بينا انه تكون اكثر موجودة في الوطن العربي كي نحكيو على التربية البيئية، يعني كيما عندنا تربية اسلامية تربية بدنية موسيقية علاش لا تولي فما تربية بيئية، شنو هي اللي نزرعوا؟ دونك نحطوا الخضر والغلال وعلاش لا حتى ديزيتيكيت فيهم الاسم نتاع النبته نتاعنا والشكل نتاعها ليدي بوغري ماهيش اسم نتاع نبته باش تعرفوا ديزاين هكا سيري اي وكيف نجموا نحطوا نباتات عطريه وطبيه خاطر لهنا باش نلعبوا على الحواس نتاع الطفل، خمس حواس لازم يمارسهم في هالجنينه هذيا، نحكيوا على حاسه الشم نحكيوا على التذوق نحكيوا على لمس التربه، وكما قاعدين نشوفوا في التصاور انه سورتو عندهم الحب نتاع الاكتشاف، ولهنا نعلموهم زاد ابو بكر انه قيمه الاستهلاك نتاع الخضار والغلال هذيا من خلال الانشطه، ينجموا حتى في الليزيكول نتاعهم يحاولوا انه ينتجوهم يوريو سواء لي بارون سواء زملائهم حتى كاينهم يبيعوا فيها معناها، وعلاش ليه حتى انه التنوع البيولوجي، يعني احنا اليوم كي نحطوا نباتات لي بلونت ميليفير النباتات العصليه باش هكاك نفهموا انه التنوع البيولوجي وانه فما ديزانسيكتر او فما حشرات ذاره فما حشرات نافعه، هذوما الكل معناها يوليو يتعلمون في داخل هالاطار التربوي او المدرسي في الجاردان بيداغوجي. وكي نحكيو احنا ابو بكر على النباتات نحكيو على نوتخ مارك اللي هي اناغريكا لاغام اناغريكا، اخترت انا دي سومونس البذور نتاعنا اخترت الكرنب اللي نجمو نزرعوه في جاردان بيداغوجيك، الكرنب اللي عندنا شو موزار اللي هو ينتج ما بين
4 ل 5 كيلوغرام من الرؤوس البيضاء المستديرة إلى المسطحة. نلقاو الكرومب متاعنا ينضج بعد في خلينا نقوله 95-100 يوم وعنده قدرة أداء جيدة. والحاجة الباهية أنه الباكي متاعنا متاع السومونس هذوما البذور نلقاهم في 100 غرام، واللي تنجم تزعو ديجا في الوقاية هذية نجم نزرعوا الكرومب. كيف كيف عنا اخترت نوعية أخرى من البذور، نحكيو على الجلبانة. الجلبانة فوالا بتي بوا ميرفي دو كلفيدون، اللي هي المجموعة هذية متنوعة. الحاجة الباهية أنه القرم تاع الجلبانة معناها فيها ما بين 8-10 بذور، ونحكيو على الطول نتاعها ما يقارب 12-13 سنتيمتر، وتتكيف فوالا. دونك حاجه باهيه على الاخر، حتى راهو مش كاين في الجارديناج، راهو حتى للسيدة الفلاحه اللي يتفرجوا فينا حاجه باهيه برشا. ميرفي ميرفي فوالا. وكيف كيف لي باكي نلقاوها 100 غرام. وين نلقاها؟ فوالا كي لي باكي هذوما نتاعنا ولي سومونس هذوما نلقاهم متوفرين. جوست تدخلوا على الباج فيسبوك دو نيافورا وتلقاو لي سومونس متوفرين، وبالطبيعه اي برودوي اخر دو لا مارك نيافورا. شكرا لك سيرين. ميرسي بوبكر. شكرا، بارك الله فيك، يعطيك الصحة. شكرا لكل متابعينا، ان شاء الله جناينكم ديما خضرة، استحفظوا عليها، اهتموا بها، خاصة استعملوا الماء، خموا باش تستعملوا الماء اللي جاي من السطح اللي قاعد يمشي في زيكويت، خاصة في المدن القريبة للبحر وكل. تستعملوهم انتم، خزنوهم ولا تنجموا تستغلوهم باش تاكلوا منهم. راهو من بركونه تنجم تاكل، راهو من شباك تنجم تاكل، راهو من بركونه صغيره تنجم تاكل. توفر شويه خضر وصحيه بالنسبه لك انت وقدام عينيك، راهي ما فيها حتى شيء، يكفي شويه اجتهاد. برشا خضر وبرشا غلال من معناها ورقيه تنجموا نزرعوهم. تعمل الفريزه نتاعك وعلى طول العام تاكل في الفريز، راهو سهلة ماهيش صعيبة الحكاية، جست شوية تفكير وشوية معناها واحد يجتهد شوية ووكاو. نقابلوا إن شاء الله الحلقة الجاية، إن شاء الله ربي ينزلكم البركة، ربي يرحمنا بالأمطار، وإن شاء الله يتنقذ الموسم. نلقاكم إن شاء الله في صحة جيدة متفائلين، مورال عالي، للقاء.